أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فلازلنا في كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف في مباحث النسخ والإجماع والقياس لا ينسخان في صفحة 272. في قارئ؟ ما في؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله: والإجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما، اختاره الجمهور. وذكر الشيخ في كتاب الروضة أن ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، وإلا فلا ينسخ ولا ينسخ به. يقول المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: إن الإجماع لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً، مع أن الإجماع من الأدلة الشرعية، لكن لا يتصور أن يكون ناسخاً ولا منسوخاً، لأن الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، والنسخ إنما يحصل في زمن التشريع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالإجماع. أما ما يتعلق بالقياس، فلأن القياس إنما يصح عند فقد النص، ولهذا قالوا لا قياس مع النص. والنسخ إنما يحصل عند التعارض بين الدليلين الناسخ والمنسوخ، والقياس إذا عارض النص فإنه لا يقبل أصلاً، لا يبقى حجة، لا قياس مع النص، وحينئذ لا يتصور ذلك في القياس. ثم قال: وذكر الشيخ في كتاب الروضة، والمراد بالشيخ هو موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظر، قال: أن ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص، يعني فيعامل معاملة النص، ينسخ وينسخ به، وإلا فلا ينسخ ولا ينسخ. وهذا المذهب واختيار الموفق الدين، لكنه مخالف لما عليه الأصحاب، يعني أن مذهب الحنابلة هو كمذهب الجمهور، أن القياس لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً، فيكون ابن قدامة رحمه الله قد خالف المذهب في هذه المسألة، وهذا لم يجدوا له مثالاً صحيحاً، يعني كل هذا افتراض فقط، لم يجدوا له مثالاً صحيحاً. ثم قال: وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية والمالكية. الحكم الشرعي الذي يتصور فيه التعليل يجوز تعليله، وهو مذهب عامة العلماء كما مر وكما سوف يأتي إن شاء الله في مباحث القياس. لكن الممنوع هنا هو أن يعلل الحكم الشرعي بعلة توجب قصره على زمن معين وهو زمن التشريع، ومن ثم يكون ذلك مفضيا إلى إبطال الحكم الشرعي بعد ذلك الزمن، فهذا ممنوع، لأن الأصل في الأحكام الاستمرار والبقاء،
ومن ثم فهذه العلة تبطل هذا الأصل. فالأصل في الأحكام التعميم في الأزمان كما هو الأصل في العلل. فلو علل الحكم مثلا إعطاء المؤلفة قلوبهم إعطاءهم الزكاة، لو قيل في علته في علتها إن ذا إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة إنما هو لأجل تأليف قبائل العرب في ذلك الوقت للحاجة إلى تأليفهم على الإسلام، فإن هذا العلة غير صحيحة، لأنه توجب نفي الحكم بعد أن ظهر الإسلام، فحينئذ نقول هذه العلة باطلة. وكذلك في الأشخاص، طبعا هذا قوله ما حكم به الشارع مطلقا، مثل والمؤلفة قلوبهم، أو في أعيان في أشخاص معينين أو في ذوات معينة، لو علل الحكم بعلة توجب قصر الحكم على زمن التشريع فالعلة باطلة، لأنها توجب ما يشبه النسخ. وهذا مناسبة ذكر هذه المسألة في باب النسخ، ما يشبه النسخ يعني توجب انقطاع الحكم بعد ذلك الزمن، لأن الحكم يدور مع علته وجوبا وعدما. فلو قيل إنما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا الأسلمي رضي الله عنه زجرا لنفوس الناس، لأن العرب قد ألفت مثل هذه الفواحش في الجاهلية، فأراد التغليظ عليهم بالرجم، وإلا فهو ليس من الحد، وإنما الحد الجلد فقط مثلا. لو قيل هذا فإن هذه علة باطلة لا تصح، لأنها توجب ارتفاع الحكم بعد زمن التشريع، وهذا باطل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والفحوى وهو مفهوم الموافقة ينسخ به، لأنه حجة لفظية خلافا لبعض الشافعية في أنه لا ينسخ ولا ينسخ به. يقول الفحوى، ثم فسره فحوى يعني فحوى الخطاب، ما يسميه بعض الأصوليين فحوى الخطاب، وهو مفهوم الموافقة أو دلالة التنبيه في اصطلاح بعضهم. يقول: يصلح أن يكون ناسخا ومنسوخا. لما؟ قال: لأن المفهوم الموافق هو حجة لفظية وليس حجة قياسية، وذلك أن الأصوليين اختلفوا في مفهوم الموافقة بعد اتفاقهم على حجيته، هل دلالته من حيث اللفظ أو من حيث القياس؟ دلالته لفظية أي مأخوذة من لغة العرب، فهي مأخوذة إذن من الصيغة، من سياق النص، أو هي دلالة قياسية؟ فإذا قلنا بأن دلالة المفهوم الموافق لفظية، فبعضهم ومنهم المصنف هنا فرع عليه ما يجري في غيره وهو اللفظ، وهو أن يكون ناسخا ومنسوخا. والحقيقة أنها مسألة افتراضية ليس لها مثال صحيح، لم يجد لها أحد مثالا صحيحا، والنسخ إنما يكون للألفاظ، ثم نسخ اللفظ قد ينسخ معه الحكم وقد يبقى معه الحكم، فلا يتصور في المفهوم أن يكون ناسخاً أو منسوخاً. وقوله هنا خلافاً لبعض الشافعية هو تفريع على ما ذكرناه من الخلاف آنفاً، وهو أن دلالة المفهوم الموافق عندهم دلالة قياسية، والقياس لا يصلح أن يكون ناسخاً ولا منسوخاً. قال: وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه،
كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي، وعليه أكثر كلام ابن عقيل خلافاً للشيخ. يقول: وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هو مستند إلى المنطوق، فبدون المنطوق لن يكون هناك مفهوم. وقوله تعالى مثلا: فلا تقل لهما أف، منطوق الآية الكريمة المنع، يعني النهي، نهي الولد عن التأفف أي التضجر من كلام والديه. إذا انزعج الولد من كلام والديه قال الكلمة المعروفة وهي أف، كلمة تضجر وتأفف. هذا منطوق النص، ومفهومه الموافق يعني الحكم الذي لم تنطق به الآية إلا أنه موافق لحكم النص، هو أن سب الوالدين مثلاً حرام، فهو مفهوم موافق، بل هو أولى من الحكم المنطوق لاشتراك المفهوم والمنطوق في المعنى الذي لأجله شرع الحكم، وهو الإيذاء، تأذي الوالدين من ذلك التصرف. فيقول: إذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، يعني ينسخ الأصل ويبقى الفرع عند المصنف. يقول: إذا نسخ المنطوق لا ينسخ المفهوم. لما؟ قال: لأنهما دليلان اثنان، أحدهما نسميه منطوقاً والآخر نسميه مفهوماً موافقاً، فهما دليلان لا دليل واحد، وهما قاعدتان. نقول قاعدة المنطوق الصريح أو عبارة النص، والأخرى نقول دلالة المفهوم الموافق أو دلالة الفحوى أو دلالة التنبيه، فهما دليلان اثنان. بل المفهوم الموافق أولى بالحكم، أي يعني أن الحكم في المفهوم أقوى منه في المنطوق، وحينئذ فلا يلزم من نسخ أحد الدليلين نسخ الدليل الآخر. هكذا يقول المؤلف رحمه الله. قال: ذكره أبو محمد البغدادي فخر الدين إسماعيل بن علي البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 610 هجرية، ثم قال: وعليه أكثر كلام ابن عقيل، يعني ويدل عليه سياق كلام أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي رحم الله الجميع. ثم قال: خلافاً للشيخ. خلافاً للشيخ هو إشارة إلى المذهب الثاني في المسألة، وهو أنه إذا نسخ المنطوق نسخ مفهومه الموافق تبعاً له، لأنه إذا نسخ الأصل نسخ الفرع، إذا بطل الأصل بطل الفرع، وهو اختيار الشيخ كما ذكر هنا، وقلنا إن الشيخ هو موفق الدين ابن قدامة رحمه الله. ومع الشيخ في هذا المذهب الثاني جمهور العلماء، أكثر العلماء على أنه إذا نسخ المنطوق نسخ مفهومه الموافق تبعا له. فمثلا آيتا المصابرة، فإن الآية الأولى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أوجب النص الكريم هذا مصابرة المجاهد المسلم لعشرة من المشركين في القتال، ومفهومه أن مصابرته لخمسة واجبة من باب أولى، إذا وجب أن يثبت لعشرة فثباته لخمسة من باب أولى. طيب، هذا مفهوم صحيح، لكن بعد ذلك نسخ منطوق الآية: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأوجب الثبات لاثنين فقط من المشركين، ومن ثم يبطل
المفهوم، لا يبقى المفهوم حجة. قال: وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا، والشافعية، لأنه تبع له خلافاً لبعضهم. يقول: إذا نسخ حكم أصل القياس، القياس كما لا يخفاكم له أربعة أركان: قياس العلة، أصل مقيس عليه، وفرع مقيس وهي المسألة التي لأجلها استعمل القياس، وعلة جمعت بينهما، وحكم وهو الأثر والنتيجة. فالفرع، إثبات الحكم في الفرع عن طريق القياس، لن يكون إلا بوجود أصل مقيس عليه دل عليه نص أو إجماع. فلو فرض أن الأصل نسخ، الأصل المقيس عليه نسخ وأبطل حكمه، فإن الفرع المقيس يبطل حكمه تبعاً له، كما قلنا إذا بطل الأصل بطل الفرع. ومثال ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء، يعني لما أصبح الصباح، قال: من كان مفطراً فليمسك، ومن كان صائماً فليتم صومه. أوجب عليهم الصيام، وجوز نية الصيام الذي هو واجب في ذلك الوقت حين كان عاشوراء واجباً بهذا الحديث، جوز النية من أثناء النهار، من أثناء الصوم في وقت النهار، يعني ليس قبل الفجر. فيقاس عليه جواز نية صوم رمضان في أثناء النهار، والجامع بينهما أن كلاً صوم واجب، فهذا القياس صحيح لولا أن النص الأول قديش قد نسخ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فنسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، وحينئذ بطل الأصل فيبطل الفرع، فلا يصح هذا القياس، وحينئذ ما يصح أن نقول يجوز صيام رمضان بنية ينشئها الصائم بعد الفجر، بعد طلوع الفجر في أثناء الصوم، ما يصح هذا. وإذا قلنا بنسخ، بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفرع، يعني بطلان الفرع، ونسخ الأصل يوجب نسخ المفهوم الموافق، فمن باب أولى أنه إذا نسخ النص الأصل أنه ينسخ مفهومه المخالف الفرع الذي هو فرعه، من باب أولى. مثل: لا تحرم الرضعة والرضعتان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، مفهومه المخالف أن الثلاث يحرم. فإذا قيل إن هذا النص نسخ بحديث عائشة خمس رضعات معلومات يحرم، بطل مفهومه. قال: عند أصحابنا والشافعية، لأنه تبع له خلافاً لبعضهم، هذا إشارة إلى المذهب الثاني في المسألة الأخيرة، وهي مسألة ما إذا نسخ الأصل ونسخ الفرع في القياس، وهو اختيار بعض الشافعية وبعض الحنابلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقاً، ذكره بعض أصحابنا، ومذهب الأكثر ولا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. بعد كلمة الأكثر عندكم نقطة في المطبوع، أليس كذلك؟ والأحسن تكون نقطتان فوق بعض، لأن هذا هو الصورة الثانية في المسألة. يعني يقول: ومذهب الأكثرين هو
أنه لا يثبت حكمه إلى آخره. وضحت العبارة؟ نعم. قال نعم نعم في الصورة الثانية يقول: ومذهب الأكثر ولا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، وفرق أصحابنا بينهما. انتهت المسألة، إلى هذا الموضع تنتهي المسألة. وهذه المسألة هي مسألة النسخ، هل يثبت بالوصول أو بالنزول؟ مسألة ثبوت النسخ، هل يكون بالوصول أي وصوله إلى المكلف، أو بالنزول أي نزوله على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ غير أن المصنف بدأ بالصورة المتفق عليها تحريراً لمحل النزاع، تمهيداً للدخول إلى صورة النزاع وهي الصورة الثانية، فقال: ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقاً. يعني يقول ما دام النص الناسخ مع جبريل عليه السلام ولم ينزل به بعد ليبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حكم للناسخ، لأننا لو قلنا إن الحكم ثبت ببلوغه الناسخ لجبريل عليه السلام قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم لكان من باب تكليف بالمحال، تكليف بالمحال، لأن الناس ما علموا الناسخ، فكيف يمتثلون، كيف يمتثلونه، وكيف يعتقدون حقيته. ثم قال: ذكره بعض أصحابنا، ذكره يقصد الاتفاق، وليس المراد ذكره أي هذا القول، هذا القول معروف في كتب الأصول، لكن يقصد ذكر بعض أصحابنا الاتفاق في هذه الصورة. ثم قال: ومذهب الأكثر شروع في صورة النزاع، وهي الحالة الثانية. قال: ومذهب الأكثر ولا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. يقول: وإنما اختلف العلماء فيما إذا بلغ الناسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يبلغ المكلفين أو بلغ بعضهم ولم يبلغ آخرين، فهل يثبت الناسخ في حق من لم يبلغهم؟ هذا هو محل النزاع. فاستقبال بيت المقدس في الصلاة كان شرعاً واجباً على الناس، ثم أنزل الله التوجه إلى الكعبة المشرفة ناسخاً للتوجه إلى بيت المقدس، فهل علم المسلمون بالنسخ في نفس اللحظة؟ لا، ما علم إلا من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. ولهذا كان طوائف من أهل المدينة ممن يصلون بعيداً عن المسجد النبوي كانوا يصلون إلى بيت المقدس مع أن الناسخ قد نزل، وأهل مكة وغيرها من البلاد كانوا أيضاً يصلون إلى بيت المقدس لأنه ما بلغهم الناسخ في نفس الوقت. فهل يثبت النسخ في حق من لم يبلغهم؟ هذا هو محل النزاع، والأكثرون لا يثبت النسخ إلا بالعلم بالناسخ، قياساً على ثبوت أصل الأحكام، يعني الأحكام المبتدأة حين يأتي تشريع جديد متى يلزم الناس؟ إذا بلغهم. فالإسلام كانت تشريعاته قليلة في أول الوقت، في أول الأمر حين شرعت الصلاة لم تكن الزكاة والصوم والحج وغيرها من الفرائض لم تكن مشروعة في ذلك الوقت، ثم شرعت فيما بعد على التدريج.
فكما أن الأحكام المبتدأة لا تثبت في حق الناس إلا بعد علمهم بها، فكذلك الناسخ لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد علمهم بالناسخ. قال: وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل. أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله، وهو من العلماء المخرجين في المذهب، لأنه بلغ رتبة الاجتهاد لإحاطته بالفروع، بفروع المذهب وأصوله، وهذا شرط المخرج في المذهب. يقول: خرج لزومه، الضمير يرجع للناسخ، يعني خرج لزوم النسخ على انعزال الوكيل قبل علمه. يقصد ماذا؟ أن أحمد رحمه الله في مسألة عزل الموكل الوكيل بعد أن وكله، متى يثبت العزل؟ فعن أحمد روايتان. أولا نصور الصورة قبل أن نشرع ذكر الخلاف. زيد يوكل عمرا أن يبيع داره التي في المدينة مثلا، وكله اليوم مثلا ثلاثاء، ثم ذهب ليبيع الدار، ثم عزله الأربعاء وباع الوكيل يوم الخميس، لأنه ما كان يدري أنه عزل، فهل يثبت البيع أو لا يثبت؟ قولا عن أحمد. لما اختلف قوله؟ لاختلاف، يعني خرج منه أبو الخطاب قولين في هذه المسألة الأصولية: العزل بمثابة النسخ، أقول نظيره يعني بمثابته، فعزل الموكل للوكيل عن التصرف في البيع مثلا في الصورة السابقة إلغاء للوكالة، يعني لا يجوز له التصرف حينئذ ببيع ولا غير. لكن متى يثبت هذا في حق الوكيل؟ هل عند عزله أو عند بلوغه أنه عزله؟ قولان لأحمد رحمه الله. فخرج عليه أبو الخطاب وجهين في المذهب، وهو أن النسخ يثبت بالبلوغ، أو النسخ يثبت بالوصول إلى المكلف وعلمه بالناسخ. واضح التخريج؟ واضح؟ قال: وفرق أصحابنا بينهما، يعني كأنه يرد على تخريج أبي الخطاب. قوله فرق إشارة إلى أنه قياس مع الفارق، وذلك أن التخريج في المذهب وفي المذاهب كلها أشبه ما يكون في الأصول بالقياس، لأنه إلحاق مسألة ما نص فيها الإمام على مسألة نص فيها إمام المذهب، فهو في معنى القياس. فلهذا أجاب بقادح الفرق، وهو كالرد على أبي الخطاب رحمه الله، فيقول بينهما فرق. لماذا بينهما فرق؟ قالوا لأن أحكام الله سبحانه وتعالى يقصد بها الثواب والعقاب، تحصيل الثواب ومجانبة العقاب، ومثل هذا لابد فيه من العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من العلم. لكن الإذن في التصرف في الوكالة وغيرها هذا لا ثواب ولا عقاب فيه، لأنه من تصرفات الآدميين، ومن ثم فيعني لا يشترط له العلم. هكذا فرقوا بينهما. واضح الفرق؟ وانبنى على الخلاف الأصولي في المسألة مسائل خلافية في الفقه، لكنها في تصرفات الناس، يعني جعلوها نظيراً للأحكام الشرعية، لأن القواعد الأصولية يمكن إعمالها في نصوص الشرع، ويمكن إعمالها في كلام الخلق وتصرفاتهم،
كما هو مذهب عامة العلماء، بل قيل إنه بإجماع العلماء. فمن ذلك إذا عزل القاضي، يعني الأمير إذا عزل القاضي ولم يعلم القاضي بعزله، يعني ما بلغه، ما جاءه العزل إلى الآن، فظل يقضي بين الناس بعد العزل لأنه لم يعلم، فهل تنفذ أحكامه؟ هل تنفذ أحكامه أو لا؟ يعني هل تنفذ أحكامه وتصرفاته بعد العزل حين كان لا يعلم بالعزل؟ قولان للعلماء، قيل تنفذ لأن النسخ لا يثبت إلا بالعلم، وقيل لا تنفذ لأن النسخ يثبت بوقوعه من حين نزوله ووقوعه وحصوله، فلا يشترط علم المكلف. ومن المسائل التي خرجت على الخلاف المسألة ما إذا وهبت المرأة نوبتها لضرتها، يعني عنده زوجتان والثانية مثلاً وهبت نوبتها الليالي التي يبيت عندها لضرتها ثم رجعت، ولها الحق أن ترجع، رجوعها حق لها، فرجعت لكنه لم يعلم، فظل يبيت عند الأولى ليالي متتالية لأنه ما علم أنها رجعت وتريد يعني المبيت عندها، فهل يقضي لها أو لا يقضي؟ يعني الأيام التي فاتتها يقضيها أو لا؟ أو لا، بعضهم قال يجب عليه أن يقضي لأن النسخ يثبت بمجرد حصوله، وقال بعضهم لا يقضي لأنه إنما يثبت بعلمه وهو ما علم. ومن ذلك قالوا ما إذا عتقت الأمة ولم تعلم بالعتق فصلت وهي مكشوفة الرأس، لأنه ما يلزم الأمة في الصلاة أن تغطي رأسها كالحرة، وما علمت بالعتق إلا بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة، فهل تعيد الصلاة أو لا؟ قولان للعلماء ينبنيان على الخلاف في المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعبادات المستقلة كالصلاة والحج ليست نسخاً، وروي عن بعضهم صلاة سادسة نسخ، وأما زيادة جزء مشروط أو زيادة شرط أو زيادة شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة فليس بنسخ، اختاره الأكثر خلافا للحنفية. وقيل الثالث وهو الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ، اختاره بعضهم، إلى آخر المسألة، وقد أطال فيها، وهي مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ له أو لا. فقال: والعبادات المستقلة كالصلاة والحج ليست نسخا، وهذا محل اتفاق. إذا جاء تشريع جديد فليس نسخا للشرع السابق، للتشريع السابق يعني للحكم السابق، أو أوجبت الصلاة، أوجب الله على الناس الصلاة ثم أوجب عليهم الزكاة والصوم والحج وغير ذلك من فرائض الإسلام، فلا يكون كل حكم من هذه الأحكام ناسخا للحكم السابق لعدم تعلق الزيادة بالمزيد عليه، لا يوجد علاقة بينهما، كل منها عبادة مستقلة. والنسخ إنما يتصور عند تعارض النصين أو الحكمين في محل واحد، في محل واحد. قال: وروي عن بعضهم، وهذه صورة ثانية من صور المسألة، وروي عن بعضهم صلاة سادسة نسخ، هذه الصورة الثانية، وهما إذا زيد في خصوص الصلاة مثلا، خصوص عبادة معينة إذا زيد فيها كالصلاة يزاد فيها صلاة سادسة، فهل تكون زيادة السادسة نسخا للخمس السابقات؟ فالأكثرون ليس نسخا. وقال بعضهم إلا قليلا من العلماء قالوا هي نسخ لأن الحكم الأول معناه أن الخمس تجزئ وحدها،
وبعد زيادة السادسة معناه أن الخمس لا تجزئ، لا بد من ست. فأنت قلت في الأول تجزئ ثم قلت في الثاني لا تجزئ، فهذا هو معنى التعارض، فيتكون زيادة السادسة نسخا، مثل ما لو قيل إن الوتر واجب كما هو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله بعد أن أوجب الخمس، فهل يكون نسخا للخمس أو لا؟ خلاف كما ذكرنا. ثم قال: وأما زيادة جزء مشروط، هذا شروع في الصورة الثالثة من صور المسألة، وهو ما إذا زاد الشارع جزءا في العبادة يكون شرطا لصحة المزيد عليه. هذا معنى قوله جزء مشروط، أن يزيد في العبادة جزءا يتوقف صحة المزيد عليه على هذه الزيادة. مثلا في حديث عائشة: كانت الصلاة أول ما فرض الله الصلاة ركعتان، ثم أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر أو كما قال أو كما قالت رضي الله عنها. فزيادة ركعتين هو زيادة جزء من العبادة، وهو جزء مشروط، لأن الركعتين الأوليين لا تصحان إلا بالركعتين الأخريين. قال: أو زيادة شرط، أو زيادة شرط، مثل زيادة شرط الإيمان النية، زيادة شرط النية في الوضوء، فإن القرآن إنما ذكر: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يذكر النية. ثم زيدت النية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال: أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، مثل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ومفهومه أن الرجل الواحد لا يكفي في الشهادة، مفهوم المخالفة أن شهادة الواحد لا تكفي. ثم بعد ذلك زيد في حديث ابن عباس: قضى بشاهد ويمين فقبل شهادة الواحد، فتكون زيادة على النص الكريم. قال: فليس بنسخ، هذا جواب الشرط، يعني في الصور الثلاث الزيادة على النص لا تكون نسخا للنص، ويترتب على هذا قبول الزيادة، وجوب العمل بالزيادة. قال: اختاره الأكثر، وهو كما ذكر رحمه الله، نعم هو قول أكثر العلماء. ثم قال: خلافا للحنفية، فإن الحنفية يرون في الصور الثلاث أن الزيادة نسخ، وإن كانوا لا يحتجون بمفهوم المخالفة. قال: وقيل، هذا المذهب الثالث في المسألة بعد أن ذكر مذهب الجمهور ومذهب الحنفية، ذكر مذهبا ثالثا لبعض الشافعية، فقال: وقيل الثالث وهو الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة نسخ، يعني وما عداه ليس بنسخ. ثم قال: ونسخ جزء العبادة كنسخ ركعة من الصلاة مثلا، أو شرطها كنسخ استقبال القبلة مثلا، ليس نسخا لجميعها. نسخ جزء العبادة لو فرض هذا، أو نسخ شرطها كنسخ التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، ليس نسخا لجميع العبادة، وإنما هو نسخ لذلك القدر المنسوخ فقط. قال: عند أصحابنا وأكثر الشافعية، بل هو مذهب أكثر العلماء. قال: خلافا للغزالي، هذا المذهب الثاني في المسألة، يقول: خلافا لأبي حامد الغزالي رحمه الله، ومعه بعض المعتزلة، وحكي هذا المذهب عن الحنفية.
وقوله خلافة للغزالي يعني أنه نسخ لأصل العبادة، وبهذا يفترق هذا المذهب عن الذي يليه الذي عبر عنه بقوله وعند عبد الجبار تنسخ بنسخ جزئها، تنسخ بنسخ جزئها، فهو المذهب الثالث. ومعنى مذهب عبد الجبار المعتزلي أن العبادة أصل العبادة ينسخ إذا نسخ جزءها، ولا تنسخ العبادة بنسخ شرطها، فيكون وسطاً بين المذهبين الأولين. قال صاحب المحرر من أصحابنا يعني مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمهم الله، قال: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا. وهذا يشبه تحرير محل النزاع. يقول مجد الدين رحمه الله: الخلاف إنما وقع في نسخ شرط العبادة المتصل بها الذي لا يفارق أجزاءها، مثل التوجه إلى القبلة فإنه شرط في الصلاة، إلا أنه شرط متصل بالعبادة، فلا بد من أول الصلاة إلى آخرها أن يكون متوجها للقبلة. قال: فأما الشرط المنفصل كالوضوء فليس نسخه نسخا لأصل العبادة بالإجماع. ثم قال: ويجوز نسخ جميع التكليف سوى معرفة الله تعالى. قال أبو البركات: هذا على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافاً للقدرية، وهي مسألة مجرد مسألة افتراضية فقط لأنها غير واقعة، لكن يقول يجوز عقلاً ويجوز يعني شرعاً، يعني لا يمنع مانع من أن ينسخ الله جميع التكاليف كما جاز نسخ بعضها، فإن الله يحكم سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه سبحانه. قال: سوى معرفة الله تعالى، يقصد يعني معرفة الله وسائر العقائد، يعني ينبغي أن يضاف إلى هذا سائر العقائد وليس فقط معرفة الله سبحانه وتعالى، بل كل العقائد، لأن مسائل العقائد لا يمكن أن يكون لها ضد، يكون مصلحة للناس في زمان دون زمان. يعني أن مسائل الفقهية تتعلق بأفعال العباد، وأفعال العباد قد يكون حكم لهم مصلحة في وقت، والأصلح لهم غيره في وقت آخر، لكن مسائل العقائد ما يتصور هذا، لا يتصور الحكم العقدي أن يكون له ضد، هذا الضد يكون أصلح من الأصل في زمان دون زمان، ومن ثم فلا يتصور النسخ. ولهذا الشرائع العقائد تأتي في جميع شرائع الأنبياء واحدة لا تتغير ولا تتبدل، وإنما الذي يتغير في شرائع النبيين هو الأحكام العملية. نعم. قال: على أصل أصحابنا، يقصد الحنابلة، وسائر أهل الحديث، يقصد أهل السنة. ثم قال: خلافا للقدرية، يقصد المعتزلة. ثم قال: ولا يعرف النسخ بدليل عقلي لأنه ورود حكم بعد حكم. الآن شروع من المصنف رحمه الله في الطرق التي يعرف بها النسخ، إلا أنه بدأها بمسألة في نفي طريق لا يثبت به النسخ، وهو الدليل العقلي. يقول: لا يمكن أن يعرف النسخ، لا يمكن أن يثبت النسخ بدليل عقلي محض، دليل عقلي خالص. لما؟ قال: لأن النسخ هو عبارة عن ورود حكم بعد حكم مغاير له، وهذا الحكم حكم شرعي لا حكم عقلي، ومن ثم فلا مدخل للعقليات في الشرعيات. هذا معنى كلامي. ثم قال:
ولا قياسي. النسخ لا يثبت بالقياس. لما؟ قال: لأنه ليس من قبيل الاستنباط. هناك المسألة التي قرأناها في أول المحاضرة في أول الدرس، كان مسألة أن القياس يكون ناسخاً أو منسوخاً، وهنا القياس يكون دالاً على النسخ. هذا الفرق بين المسألتين. هل يكون القياس طريقاً لمعرفة النسخ؟ فقال: هذا لا يمكن. قال: لأنه، أي النسخ، ليس من قبيل الاستنباط، يعني والقياس إنما هو دليل استنباطي، فلهذا يصنف القياس على أنه من الأدلة الاجتهادية لا من الأدلة النقلية. قال: بل معرفته. الآن شرع في الطرق الصحيحة التي يعرف بها النسخ، فقال: بل معرفته بالنقل المجرد. بالنقل المجرد يعني العقل، يعني النقل الذي لا يحتاج إلى عقل في إثباته، هذا معنى كلامه. ومثاله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، أو كما قالت رضي الله عنها. فهذا نقل النسخ، لأنها قالت فنسخنا. ثم قال: أو المشوب باستدلال عقلي. هذا الطريق الثاني، يعني هو طريق النقل، إلا أنه مشوب، أي مخلوط، مختلط، مقرون باستنباط، مقرون باستنباط. ثم مثله بقوله: مثل أخذ النسخ من قول الراوي رخص لنا في كذا، أو رخص لنا في كذا، أو قوله عليه السلام، عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن كذا، أو كنت رخصت لكم في كذا. فهنا يثبت النسخ، وطريقه النقل، إلا أنه نقل محتاج إلى شيء من الاستنباط، ولو لم يكن دقيقا غامضا يحتاج إلى إعمال ذهن طويل، لا، يكفي أيسر استنباط. كيف يكون الاستنباط هنا؟ قالوا: لأن قول الراوي رخص دليل على أنه إباحة بعد تحريم، لأن هذا هو معنى الرخصة، وقوله كنت نهيتكم كان تدل على حكم سابق في الماضي، لأن هذا مدلولها من جهة اللغة، فدل على أن ما بعدها هو حكم جديد مغاير للحكم السابق. فهذا معنى الاستنباط، هذا معنى قوله المشوب باستدلال عقلي. وليس معناه يعني الأدلة العقلية المحضة التي يستدل بها المتكلمون، لما يقصد الاستدلال، لأن الاستدلال والاستنباط آلته العقل، آلته العقل، ولهذا يعني ضعيف العقل أو فاقد العقل لا يمكن أن يكون مجتهدا، لا يمكن أن يبلغ رتبة الاجتهاد. ثم قال: أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها، يعني في عام أوطاس، قال رخص لنا ثم نهينا عنها، فعرف أن الثاني ناسخ للأول، يعني أن النهي ناسخ للإباحة. ومثله أيضا قول أبي بن كعب رضي الله عنه: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنه. قال: أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم إلى آخره. والذي يعني يظهر لأنه لا فرق بين قوله بدلالة اللفظ وبين قوله نقل مشوب باستدلال واستنباط، لا فرق بينهما، ولهذا تجدون أن الأمثلة هي نفس
الأمثلة، ما ذكره المؤلف رحمه الله هي نفس الأمثلة التي ذكرها في قوله أو المشوب باستدلال عقلي. قال: نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر بالزيارة ناسخ للنهي عن زيارة القبور. ثم قال: أو بالتاريخ. جزاك الله شكرا. قال: أو بالتاريخ، نحو قال سنة خمس كذا، أو عام الفتح كذا، أو أن يقول قبل الهجرة شيئا ثم يقول بعدها خلافه. إذن من طرق معرفة النسخ معرفة تاريخ نزول الآيات الكريمة وتاريخ ورود الأحاديث الشريفة، لأن شرط النسخ معرفة التاريخ، والنسخ لا بد فيه من تأخر المنسوخ عن الناسخ. فإذا عرف التاريخ عرف الناسخ وعرف المنسوخ، مثل حديث شداد بن أوس رضي الله عنه: أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وحديث شداد كان عام الفتح يعني سنة 8 هجرية، وحديث ابن عباس كان في حجة الوداع، أو يعني عام حجة الوداع يعني في سنة 10 هجرية. عرف التاريخ فيكون الثاني ناسخاً للأول. ومثل أيضاً حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه: إن هو إلا بضعة منك، يعني يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره أو قال إلى فرجه فوجب عليه الوضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وطلق بن علي توفي قبل إسلام أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، فيدل على أن الثاني ناسخ للأول. قال: أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني، فإنا نعلم أن ما رواه الأول الذي مات قبل أن يسلم ذاك سابق، أن يسلم ذاك أي الراوي الآخر أنه سابق عليه، وحينئذ فهو منسوخ لتقدمه. ومثاله ما ذكرناه في المثال الأخير، مثال حديث طلق بن علي رضي الله عنه وحديث أبي هريرة. ومثله أيضاً ما روي عن حمزة رضي الله عنه من المنع من مسح الخفين، وحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فيه إثبات المسح للخفين. وحمزة رضي الله عنه قتل في أحد سنة 3 هجرية، وجرير بن عبد الله أسلم بعد وفاة حمزة بعدة سنوات. قال: وإن قال الراوي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت أو ما إليه أحمد كقول الحنفية. يقول: إذا قال الراوي الصحابي هذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، قال فإنه لا يقبل قوله. لما لا يقبل قوله؟ قالوا: لأنه يمكن أن يكون ذلك عن اجتهاد، فإن الصحابة فيهم مجتهدون كثير، بل قيل جميعهم، ومن ثم فيمكن أن يختلف الصحابة فأحدهم يحكم بأن هذه الآية منسوخة والآخر يحكم بأنها محكمة. هذا التعليل. ثم قال: حتى يخبر بما نسخت. ومفهوم كلامه أن الراوي الصحابي لو قال الآية هذه منسوخة ثم ذكر ناسخها فإن قوله يقبل. وظاهر عبارة المصنف من سياق كلامه والله أعلم أن المراد بهذه المسألة النسخ في حكم الآية،
وليس قول الراوي بالنسخ في لفظ الآية، يعني أن المنسوخ الآية المنسوخ لفظها يفترض أن يقال بقبول قول الراوي بنسخها، ويفترض أنه محل إجماع. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في قصة غدر قبيلتي رعل وذكوان بسبعين من الأنصار، كان الصحابة يسمونهم القراء، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا، وأنزل الله في كتابه الكريم كما ذكر أنس قال قرأوا فيهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال أنس ثم رفع بعد ذلك، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا الراوي ينقل أن الآية منسوخة، فهل يقبل قوله؟ الجواب نعم، لأن الكلام هنا في نسخ اللفظ. فيبدو والله أعلم أن كلامه هنا في نسخ حكم الآية، وهو الذي يتصور فيه الاجتهاد. قال وقيل يقبل، هذا إشارة إلى المذهب الثاني في المسألة، أن قول الراوي الصحابي في نسخ حكم الآية يقبل ولو لم يذكر ناسخها، ولو لم يذكر الناسخ. قال ذكره ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله كقول بعضه. نعم هو اختيار بعض العلماء. عندك سؤال؟ نعم. أو ما إليه يعني ليس صريح كلامه، أو ما إليه هذه يسمونه الرواية الموم إليها، وهي أقل رتبة من الرواية والقول، حين يقال قاله أحمد رواية عن أحمد. فرق إذا قيل قول أو رواية هكذا بإطلاق إشارة إلى منطوقه، فإذا أرادوا شيئا آخر نبهوا عليه فقالوا أو ما إليه، أو قالوا في رواية موم إليها. نعم. قال وقيل يقبل ذكره ابن عقيل رواية يعني عن أحمد كقول بعضهم، يعني وهو اختيار بعض الحنابلة وبعض العلماء. ثم قال وقال أبو البركات، وقاله أبو البركات هذا يصلح أن يكون مذهبا ثالثا. ما قاله أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله يصلح أن يكون مذهبا ثالثا في المسألة. فقال وقاله أبو البركات صاحب المحرر إن كان هناك نص يخالفها، يعني فيه تفصيل حسن. فقال إذا قال الراوي الصحابي إن هذه الآية منسوخ حكمها ولو لم يذكر الناسخ ننظر، فإن كان المجتهد قد عثر على نص موجود مخالف لحكم تلك الآية قبل قوله وعليه يحمل النسخ، يعني يقال إن الراوي قصد هذا. وإن لم يعثر المجتهد بعد السبر لأدلة الشريعة على نص يخالف حكم الآية لم يقبل قوله، وحينئذ يحمل قوله على الاجتهاد. قال وإن قال نزلت هذه بعد هذه، يعني وإن قال الراوي الصحابي نزلت هذه الآية بعد هذه الآية ولم يقل نسخت هذه الآية هذه الآية، فهذا الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها. قال قبل، يعني قبل قوله في نقل تاريخ نزول الآيات الكريمة، وهو مذهب أكثر العلماء. قال ذكره القاضي وغيره، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره من الحنابلة. قال وقطع الآمدي بالمنع لتضمنه نسخ المتواتر بالآحاد، لتضمنه نسخ متواتر بآحاد، يعني خالف في هذه المسألة أبو الحسن الآمدي سيف الدين رحمه الله، وقطع بالمنع، جزم بالمنع لتضمنه هذا التعليل نسخ متواتر بآحاد، يقصد أن هذا الراوي نقله هو خبر آحاد لأنه شخص واحد، فحين يقول نزلت هذه بعد آية بعد هذه يؤول إلى أن هذه ناسخة لهذه الآية.
هكذا يقول. طبعا فيه بعد المذهب، لكن فقط نريد أن نشرح ما معنى كلام الآمدي. يقول: إذا قال نزلت هذه الآية بعد هذه الآية أو هذه السورة بعد هذه السورة لا يقبل قوله، لأنه يؤول إلى النسخ، والنسخ هذا ما عرفناه إلا من طريق هذا الراوي، وخبره هو خبر أحد فلا يقبل. هكذا قال الآمدي، وما يخفى ما فيه من البعد. وإنما قال قطع الآمدي، كلمة قطع لأن الآمدي في كثير من المسائل لا تعرف أقواله إلا بالبحث، وهذا معنى قول بعضهم اختاره الآمدي بحثاً، ومعنى بحثاً أنه لا يصرح باختياره إلا أنه يجيب عن أدلة أحد الفريقين ويسكت عن أدلة الفريق الآخر، فيقال اختار القول الثاني بحثاً يعني وليس تصريحاً. ثم قال: وإن قال الراوي هذا الخبر منسوخ فكالآية، يعني فحكمه كالآية. إذن حكم الأحاديث حكم ماذا؟ الآيات في هذه المسائل. وإن قال الراوي هذا الخبر منسوخ فكالآية، يعني فلا يقبل قوله حتى يذكر الناسخ. وقطع أبو الخطاب بالقبول يعني مطلقاً، يعني سواء ذكر الناسخ أو لم يذكر أنسى الناسخ. هذا معنى كلام أبي الخطاب رحمه الله. ومثال ذلك يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صوم عاشوراء ثم تركه لما فرض عليه رمضان، أو كما قال رضي الله عنهما. فهذا ذكر الناسخ وذكر المنسوخ فيقبل قوله، لكن لو فرض أنه ذكر أنه منسوخ وسكت عن الناسخ فهو محل خلاف قوي في المسألة. وإن كان الأقرب والله أعلم في مثل هذه المسائل أنه يقبل قول الصحابي في الخبر عن نسخ آية أو نسخ حديث، لأننا نقبل قول الصحابي في نقل الأحكام المبتدأة. فإذا نقل الراوي الصحابي تشريعاً من تشريعات الإسلام حكماً شرعياً في الدين فإننا نقبله، ومن ثم فإن قبول النسخ يكون مثله. وما الفرق بين الأحكام الناسخة والمنسوخة وبين الأحكام المبتدأة؟ كلها أحكام الله تعالى. قال: وإن قال، يعني الراوي الصحابي، كان كذا ونسخ قبل قوله في النسخ عند الحنفية. قال صاحب المحرر يعني مجد الدين أبو البركات ابن تيمية: وهو قياس مذهبنا. وقال ابن برهان: لا يقبل عندنا، يعني الشافعية. إذن إذا قال الراوي كان الحكم كذا ثم نسخ يقبل قوله عند الأكثرين والله أعلم، مثل قول عائشة رضي الله عنها فيما مضى من المثال، وهو قولها رضي الله عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات فنسخنا ب5 معلومات، أو كما قالت. ومثل قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ثم قال: ويعتبر تأخر الناسخ، لأن النسخ رفع الحكم السابق بحكم متأخر عنه، وإلا أي وإن لم يعلم التأخر فهو تخصيص. يقول: مما يعتبر أي مما يشترط في حكم المجتهد بالنسخ في الشريعة هو أن النسخ هو تأخر الناسخ عن المنسوخ، فلا يتصور مقترنين. لما؟ قال: لأن حقيقة النسخ هو رفع الحكم السابق، يعني نحن نعرف النسخ بأنه رفع الحكم السابق بحكم جديد، فحقيقة النسخ تستدعي
قديماً وجديداً سابقاً وتالياً من الأحكام، فلا يتصور مع الاقتران. طيب وين اقترن؟ ماذا يكون؟ قال وإلا، يعني وإن لم يعلم التأخر فهو تخصيص. يقول إن لم نعرف المتأخر والمتقدم من النصين المتعارضين حكمنا بأن الأخص منهما يخصص الأعم، وطبعاً هذا إذا أمكن التخصيص. فإن لم يمكن التخصيص بأن كان عامين أو كان خاصين فيحكم بالتعارض ويجري عليه الأحكام المعروفة في التعارض، فيطلب المرجح أو التوقف. قال وإذا تعارض فلا نسخ إن أمكن الجمع، وهذا كله تفريع، تلاحظون كله تفريع على المسألة السابقة. يقول أن نحكم بالنسخ إن تعارض وعرف التاريخ، وإلا فتخصيص، يعني إن أمكن التخصيص وإلا كانا متعارضين، إلا أننا عند التعارض ما يصح أن نحكم بالنسخ مع إمكان الجمع. وهذه قاعدة ليست مخصوصة بمعرفة التاريخ أو الجهل بالتاريخ، بل هي عامة في الحالين، أن الجمع بين الدليلين يقدم على النسخ سواء علم التاريخ أو جهل، لأن الجمع بين الدليلين فيه عمل بالدليلين معا، والأصل في الأدلة الشرعية الإحكام والاستمرار لا الثبوت والإلغاء. فإذا أمكن الجمع وجب الجمع. قال بأن يحمل كل منهما على حال أو غيره ونحو ذلك والله أعلم، مثل حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها الذي أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بعصبة من النساء فألوى بيده يسلم عليهن، يعني سلم بكفه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحية بالأكف وقال إنها تحية اليهود والنصارى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهما متعارضان ولا يعرف التاريخ، فلا يعني يحكم المجتهد بالنسخ وهو يمكن الجمع مع إمكان الجمع. فنقول في الجمع بينهما إن النهي يحمل على التسليم على الناس بالكف، يعني باليد، مع عدم النطق بالتحية بالسلام، يرفع يده صامتا. والحالة الجواز وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على السلام بالكف مقرونا بالتحية، مقرونا يعني بالنطق بالسلام، بأن يقول السلام عليكم ويرفع يده، وكذلك في رد السلام وعليكم السلام ويشير بيده، فهذا لا بأس به، ويكون جمعا بين النصين. نعم، كيف يجمع؟ بأن يقال نعم، يمكن هذا أيضا، أحسنت، بحديث النقض بمس الذكر وعدم النقض، بأن نقول يعني إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا، أو نقول إن مسه بحائل لم ينقض وإن كان بغير حائل لم ينقض، أو نحمل الأمر على الاستحباب للوجوب. أحسنت، يعني هناك عدة صور نستطيع أن نجمع بها بين الخبرين المتعارضين، والذي ذكرناه فيما سبق هو مجرد أمثلة لتصوير القاعدة، وأما الحكم الناتج من هذا فقد يكون راجحاً أو مرجوحاً، لأن هذا يتوقف على أدلة أخرى. تفضل يا زيد. نعم، مرسل؟ لا، هو مسند الآن. إذا ثبت هذا، إذا ثبت أنه مرسل، هي الأصل أنه مسند مرفوع. نعم، أحسن، جزاك الله خير. نعم، ولعل نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.